معي الكابتن يعقوب المنصوري، صاحب الجسم الخارق كما هو معروف في بين الرياضيين، وايضا القوى والمخاطرة. غششني هذا شيء جديد، يعني احنا ربما منع. إذن نستعرض معكم مشاهدينا والجمهور الكريم الحركات أو ما قام به الكابتن يعقوب من ألعاب القوى أو ربما القوى والمخاطرة وبجسمه الخارق ما شاء الله. ومن ثم نواصل معكم ونعود إلى ضيوفي في الاستوديو. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، حياكم الله. طبعا هذه هي الاسياخ الحديديه اللي استطاع الكابتن يعقوب ما شاء الله، يعني استطاع انه يثنيها ويعطفها. شهاب تحاول معي، جرب معي، حاول شوف اذا تستطيع ان احنا نثنيها انا وانت. مسك. ما رأيك؟ مش فايدة؟ إذا هذا هو الجسم الخارق في برنامج بصمات، وأيضا هذه هي ما أحمد تفضل. وهذا هو لوح المسامير، يعني اللي ما زال يشكك عادي يجي يجرب. لانه انا كنت بين اشكك للامانه، وحاولت اني اقعد فيها وما طلع شيء فايده. ها جربي، بتشككي في الموضوع؟ ما بشكك. شككها
هذا يجرب يطلع ما شاء الله. ابو كم المسامي؟ شكل الموضوع صدق. اذا فعلا احمد لا تحاولش، لا تحاولش تتهور وتجرب يعني. اذا حياكم الله من جديد، واحنا نقول زي ما قال الكابتن يعقوب للمشاهدين لا تحاولوا ان تجربوا ما كان به يعقوب لان في خطوره كبيره عليكم. طبعا واخر الحركات لي هي تعتبر حركه الهيلوكس دبل، يعني الهيلوكس دبل. دبل نعم، يعني طبعا هذه من زي الكيك بوكسينج ولا ايش الهيلوكس دبل. طبعا هي تعتبر اثقل من الهيلوكس العادي تمركزها بالسمك حق التاير. طبعا هذه طبعا بتم الطلوع من فوق المعده، تعتمد على قوه عضلات المعده. طبعا طبقتها اكثر من مره، والمره الاخيره كانت اخطر مرحله لانه كانت مرحله مع التفحيطه طبعا.